بروفيسور أحمد عبد موسى مشرح أحمد عوين كحجين الحسب عدالة يدري الكوعي كان ميدا مسؤولين تسرسر الحسب قاسي وما أنت شتش رأيت كوقب تحرنت الحسب معارض كوعي وكل يهاي مقالة هرقيسا يا قيبة كم إذا وربعين تقرها الله وعن وكور بحية شراء مقالة النروبي عاصمة ضلك كينيا كي قيب جلين أي كي قيب جلين مزولين تحسب هذا معارض كي حسب كل مية اسمع لان إسلام مركزنا كل ما إسلام مركزنا كل ما كل يشي مسؤولين تأصحاب تسي سيادة إدل كاسيكينيا. وشذا سفر هو هائن أن أنه أسوأ كور جلله وحنا كسب برنه وحنا يسوي درسنه أن حرمها وين إن لقاها جو سيادة كينيا أن حساب تودا حرمها لقاها لي خلافات كحسابته يدور شوينك سفر كاس رنتي سفر هو آي أوبينج وحبذا أنه سوسي درسني. وحانو كبلوني شريو تمانكي بشي اكتوبر حارون لي رهدا CMD Center for Multi-Party Democracy وكتا لنيروبي وحارون Think Tank وحارون لغا حاليو اما لغا تلبحيو سياسة دا كينيا حق الدورشوينكا حسابتا نحلنتا خلافاتكا اينا حبينكا وديهين دمان حسابتا كينيا وليحنا كورو دافيا وين توضا بدني iyaga ayaa markaa waxay noo sameeyeen ballamada ay cidan la kulmayno waxaanu la kulanay in badan oo kamid ah xisaabta Kenya na Kenya kaanu ODM ku ugu waayeen mucaaradka waxaanu kala oo booqano tagnay xafiiska laga register gareeyo xisaabta Kenya oo leh register office and waxaanu ka qayb galay press club waxa loo yaqaan كلما يقبتين ميديا كينيا تلفشينا دودو او اي كغد دودا يين يوغا كوع السومي كوميشن كودا دورا شوينكا وحيابها ان كوميشن كودا دورا شوينكا ان لو هايستو اما اي كود دليل يان ميديوهو تانا وحانو كاها هين رنتي ان كسو قيب غاليال ان انتا انو لكل من مسؤولين تا اي حرمها اي سياسيين تاس انو لكل اني إن بدنو كميدي وهي قانا سوماليلان فكرت بينا كايستان إن بدنو كالانا أيديا كما هايستان سوماليلان وحان مركا سمين اللي ينكو خصبانين مركا قار كود إن آنو واربحين كوابان كسينو تاريخ سوماليلان مسؤولين تا يحرومها لغا صواب بلابو كوني يسجد بقولي أبر هزجد انكي بريتش بروتكتريد إلا حريات دي سوماليلان مركا يوضى النقطي جون 26 1960 يوري يونكي سوماليا لا قال يا بربر كيسي يا مانت سوماليا مش اي تشوكتو يا سي كوتيميد اد برونتي اي ولا تعجبين تاريخ سوماليا وانا وحي ديا كهيسن اي وحيا بدن اي وداغان مركا ليغو كينيا يا سوماليا اي نقطو ان احساب تا ان لو كلناي سان هرو سو شيغي وخا كاميدها كانو حزبغا اوغ دادا وين كينيا حزبغا حريه كينيا كيناي حزبي كتل لي كينيا مدو دوري لباتن سنادودا ان وحي ولي با اي نغا عدسدين مركانو شرح لي سومالان يو تاريخ ديدا ان عن سوعة سونو وي مدى سومالان دوغا يكو عركان سومالان بروفيسور أحمد عبد موسى هذا الكيس سيواتا اي وحا وسيدو كلا دالي لي سياسة داري ما دبدا اي سومالان بدل السفر اري ما دبدا وي وحا نبرموت غريني وشرح ان انت سومالان marka waxaad moodaa shaqadii wasaaradda arrimaha dibadda inaannu soo qabannay which is good taas waa arrin wanaagsan oo faa'iido u ah waddanka waxaan nooga soo baxay runtii marka la eego arrimaha dibadda albaabka khaldan inaannu garaacaynay dhowraatanka sano u dambeeyay oo hal waddo iyo hal istaraatiijiyad uu lagu socday wax ay la waxay keentay oo faa'iido ama isbeddel aanay jirin loo baahan yahay isbeddel iyo fikir cusub iyo aragti cusub oo lagu waajo arrimaha dibadda ee waxa weeyaan Soomaaliland iyo si loo promote garayn lahaa sidii loo geyn lahaa waay dadkan la kulmayna waxa ay dad siyaasiyiin ma ahayn sida aala inagu aynu sameyno saaradeena ay sameysay in dad academics ah ama jaamacad wax ka dhiga ama individuals oo shacab caadi inta la casuumo oo dibadda laga casuumo marka ayagu ay ka hadlaan Soomaaliland iyo sharciyadeeda waxa laakiin dadkan la kulmayna waxa ay ahaayeen siyaasiyiin waaweyn oo magac kula wadanka Kenya wasiir powerful soo aha xil dhiban aha tala ay ka go'do siyaasada ka go'do regionkeena saameyn ku leh sidaas ay runtii safarku muhiim u ahaa Xamse Jaam Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.